السلام عليكم في حلقة جديدة من الأولمبياد. اليوم غادي نشعلوها وغادي نهضروا على الشعلة الأولمبية. الشعلة الأولمبية كترجع للحضارة اليونانية القديمة، داكشي عنده علاقة بالآلهة والمعتقدات ديالهم، الشمس، البحر، الجبل، القرقاع. كترمز الشعلة الأولمبية للمبادئ والقيم ديال الألعاب الأولمبية. قبل ما تبدا الأولمبياد كتكون الشعلة الأولمبية في اليونان وبالضبط في مدينة أولمبيا. كيشعلوها الممثلات والكاهنات في معبد هيرا بطريقة تقليدية. كيعطيوها من بعد البلد المنظم مع ريج الزيتون تعبيرا على السلام. الشعلة فايت ليها تنقلت في البحر، في البر، في الطيارات، في الخيل، في الجمال، دخلت الأعماق البحر وطلعت حتى الفضاء، ولكن هذه المرة طافية. الشعلة الأولمبية خاصها ديما تبقى شاعلة في أيام أولمبياد، وإلا طفات كيشعلوها بواحد الشعلة احتياطية زعما بلون بي، ولكن ما تشعلش بالبريكة. الدورة ديال هذا العام في فرنسا شعلت في 16 أبريل في اليونان، من بعد دوزت ليلة كاملة في السفارة الفرنسية ومشات لفرنسا في سفينة بيلين. الشعلة مازال غادي تدوز في يدين أكثر من 10,000 واحد، وأولهم تيري هونري اللي مشى بها في وسط فرنسا احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي. وغادي يبقى اهم مشهد في تاريخ الاولمبياد اتلانتا 1996، الاسطوره محمد علي كلاي كيهز الشعلة الاولمبيه ويدي كيتراعدو بمرض الباركنسون. غادي نتلاقاكم في باريس باش نعرفوا شكون غادي يعطي انطلاقه الاولمبياد، وديما مغرب. الى عجبك الكونتوني ديالنا وبغيتي تشوف فيديوهات اكثر، ما عليك غير دير ابوني.